السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم إلى الطبعة الأولى. الطبعة الأولى إذن نبدأها من إيطاليا وصحيفة توتو سبورت التي اهتمت بخبر بيع ميلان وعنونت بيرلسكوني يتنازل عن الميلان. وفي التفاصيل تقول الصحيفة إن لي يونغ هونغ أصبح الملك الجديد للميلان بعد أكثر من 3 عقود من تسيير سيلفيو بيرلسكوني. ونشرت توتو سبورت كل التفاصيل المتعلقة بالصفقة التي بلغت قيمتها 740 مليون يورو، بالإضافة إلى الظروف التي تمت فيها بعد شهور من الانتظار والمفاوضات الشاقة حول مسألة الأقساط التي تأخر الصينيون في دفعها. كما نقلت الصحيفة عزم المالك الجديد للنادي الإيطالي العريق على العمل من أجل تطوير ميلان والارتقاء به للمكانة التي يستحقها بين كبار الأندية في القارة العجوز والعالم. وضعية برشلونة بين السقوط أمام مالاغا في الدوري الإسباني والخسارة على ميدان يوفنتوس في دوري الأبطال ما زالت تسيل الكثير من الحبر في الصحافة الإسبانية. الصحيفة ماركا كتبت أن الكثير من لاعبي البلاوغرانا لم يلبي التوقعات ولم يقدم الأداء اللازم الذي يليق بسمعة ووزن الفريق الكتالوني. وأضافت الصحيفة أن الأسوأ قادم في الأيام القليلة المقبلة مع مباراة ريال سوسيداد القوي في الدوري المحلي ومواجهة يوفنتوس في مباراة العودة ضمن تشامبيونز ليج، ناهيك عن الصدام القوي مع الريال في الكلاسيكو حيث سيلعب البارسا آخر أوراقه في الصراع على لقب الليغا بالإضافة إلى نهائي الكأس. وتختم ماركا بأن العمل المضني الذي تم القيام به في الأشهر الماضية قد أفسده شهر أبريل اللعين بحسب وصف ماركا لحالة برشلونة في هذه الفترة.